تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية يرت من تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات. هذه الشبكة تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 إلى 52 سنة، ينحدرون من ولاية يرت والجزائر العاصمة على إثر ورود معلومات إلى المصلحة، مفادها أن تواجد مجموعة من الأشخاص تنشط في مجال النصب والاحتيال على أصحاب كراء وكالات كراء السيارات والشاحنات. تم استرجاع عدد من السيارات نتيجة للبحث والترصد لأفراد الشرطة، حيث تم إحصاء 11 ضحية ينحدرون من مختلف ولايات الوطن: الجزائر، البومرداس، تيزي وزو، بجاية ووهران.